أهلا بكم. دعا حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري جميع المصارف الراغبة وغير المشتركة لتاريخه في منصة بلومبرغ إلى أن تتواصل مع الشركة من خلال ممثليها الإقليميين للاشتراك والبدء بالتحضير للمشاركة في التدريب الذي سيمكن هذه المصارف لاحقا من العمل ضمن شروط التعميم ذات الصلة. وأوضح منصوري أن ذلك يأتي بناء على التوافق بين مصرف لبنان والحكومة اللبنانية على اعتماد منصة بلومبرغ كمنصة إلكترونية للتداول في سوق القطع وفقا لقرار مجلسي الوزراء والمجلس المركزي لمصرف لبنان. اعتبر تقرير جديد لمختبر تمويل التنمية فرنسا أن الاقتصاد اللبناني الذي يعاني من عيوب هيكلية منذ عقود ينهار، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 11320 دولارا في العام 2018 إلى أقل من 4000 دولار أمريكي. واعتبر التقرير اللا إصلاح اقتصادي من دون إصلاح النظام السياسي، إذ ما زال السياسيون يرفضون الاعتراف بإفلاس البلد ويتصرفون كما لو كان يجب قبول الوضع الحالي كوضع طبيعي جديد. أبرز تقرير أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان أن قطاع الزراعة تأثر بشكل سلبي كبير بسبب الحرب القائمة في الجنوب، وهذا بدوره يؤثر سلبا على توقعات النمو الاقتصادي للبنان. وأشار التقرير إلى خسارة لبنان حوالي 47 ألف شجرة زيتون بالحرائق وتدمير حوالي 250 قفير نحل وخراب نحو 60 من البيوت البلاستيكية، ناهيك عن خسائر كبيرة أيضا في المواشي والدواجن ومزارع السمك. دخل لبنان مع انتهاء عيدي الميلاد ورأس السنة مرحلة الركود السياحي، فالحرب من جهة وتراجع متساقطات الثلوج من الجهة الثانية وفقدان الأنشطة التسويقية أثرا على السياحة الشتوية ودفعا إلى المزيد من الخسائر. اليوم نحن بحالة حرب ونحن بحالة تأس منه مؤاتي. هالعنصرين اثنيناتهم خلى انه كل مناطق الجبل، كل مناطق التذلج يعني يلي هي عم تداد لبنان كلياته واقفة، ما في اي اشغال بكل المؤسسات. اليوم اذا بدك تطلع اليوم على مناطق التذلج ما في حدا، لا بالمطاعم ولا بالمقاهي ولا بالملاهي وحتى بالفنادق اكيد. لهالسبب اليوم اذا ما اجى التلج وان الله راد جاي هيئته اوكي، بدها تبلش تنتقل من الصفر للمية. يعني بالويك اند جمعة سبت أحد بصير هالمؤسسات اللي موجودة اشغالها 100% واليوم 0%. في اقتصاد كيان العدو تواجه إسرائيل عقوبات صامتة، إذ أفاد مسؤول في شركة ويند وورد لمراقبة المخاطر البحرية لموقع جلوبز للأعمال العبري إن المزيد من خطوط الشحن تتجنب مخاطر الإبحار إلى إسرائيل بسبب الهجمات في المحيط الهندي والبحر الأحمر، وسيؤدي هذا الواقع إلى ارتفاع في أسعار الشحن للحاويات ذات 20 و40 قدما من 1700 دولار إلى 10000 دولار للحاوية الواحدة في الشهر المقبل. أما فيما يتعلق باستيراد السيارات فسترتفع الكلفة بين 1000 و2000 دولار على السيارة الواحدة. بالتوازي تزداد المخاوف بشأن عمليات التسريح الوشيكة للعمال من جوجل إسرائيل، وذلك من ضمن جولة واسعة النطاق لتسريح ما يصل إلى 30 ألف عامل من الشركة حول العالم وتحديدا في أقسام التسويق والإعلان. ويعمل لدى جوجل إسرائيل بحسب موقع جلوبس العبري للأعمال 2000 موظف، من بينهم 600 في قسم الإعلان والتسويق.